الآن الحاضنة الميثاق الوطني موجودة، القوى السياسية الأخرى التي موجودة في الحرية والتغيير، هل برأيك حيكون عندها وجود في المرحلة المقبلة، وجود في الساحة، وجود في الحكومة، دعني إنجاز التعبير، أو وجود في وجود بارز في المشهد؟ هو طبعا الاشكال في انه الـ 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 الاتفاق السياسي بين السيد البرهان والسيد حمدوك بنص نصين متعاكسين، انه ملتزم بالوثيقه الدستوريه اللي هي تؤكد انه قحط ون موجوده، وهو ملتزم كذلك باتفاق جوبا اللي هو بياكد انه قحط تو موجوده في داخل الاتفاق ده، وبيقول انه ايضا بيقول هنا في بيقول انه الاثنين موجودين، وفي نقطة أخرى بيقول إنه الاثنين غير موجودين، اللي هم بيقول إنه في حكومة بتاعت تكنوقراط. نعم. معناه لا قحطون ولا قحطتو. نعم. وفي التزام باتفاق جوبا. نعم. فهي في عدد من المتناقضات. ولذلك كان هناك حديث من الموقعين على اتفاق جوبا بأنهم موجودين في الحكومة القادمة. نعم. وفق اتفاق سلام جوبا. نعم. وهذا يتناقض مع الاتفاق مع البرهان اللي بنص على تشكيل حكومة من التكنوقراط. نعم. فهي عبارة عن أكثر من تقاطع داخل الاتفاق الواحد. فده عشان كده إنه الناس كلها منتظرة، حتى مجلس الأمن، حتى الاتحاد الأوروبي، حتى الشعب السوداني، حتى بيريز بيعمل كل الاتصالات دي عشان يعرف إنه الكلام ده حينتهي في شنو؟ حينتهي في تكنوقراط، ولا حينتهي في إنه قحط 2 موجودة، ولا قحط 1 موجودة؟ نعم. وما هو موقف قحط 1 إذا دخلت قحط 2 وهو أقصي من المشهد السياسي؟ نعم. في وكذا. كل ولكن نعم. أنا أتوقع إنه كل التحركات دي في بالمناسبة في تحرك مهم جدا للشارع السوداني في 19 ديسمبر اللي نعم. هو القادم، الذكرى الثالثة الثورة. نعم، فهذا حدث كبير جدا.